الجهاز ده هو جهاز متطور للفكرة اللي خد بيها دكتور أحمد زويل جايزة نوبل. وصل لتطوير الجهاز ده علشان خاطر يصور بيه ديناميكية الجزيئات في الفيمتوسايت، وخد عليه براءة اختراع، ولو كان ربنا طول في عمره كمان كان زمان واخد عليه جايزة نوبل للمرة التانية. الجهاز اللي انتم شفتوه ده موجود داخل مدينة زويل، واللي بناها دكتور أحمد زويل الله يرحمه لأن كان عنده حلم إنه يعمل مدينة بحثية فيها جامعة وفيها معاهد بحثية، وإن الطالب المتفوق ما تكونش الفلوس عائق قدامه بإنه ياخد أعلى جودة في التعليم، لأن دكتور أحمد زويل الله يرحمه كان شعاره دايماً إن بالعلم مصر على الخريطة. وأثناء زيارتي لمدينة زويل قابلت الدكتور أيمن الشبيني مدير عام المعاهد البحثية عشان يكلمنا عن دورها في المدينة. بحث العلمي مهم في إيه؟ طبعا هو كل تقدم الدول على مستوى العالم قائمة على قاعدة علمية وبحث علمي، مخرجات البحث العلمي هي اللي بتؤدي إلى النهوض بالأمم. يعني البحث العلمي بيساعدني إن أنا أطلع أنا بالمنتج، أنا أطلع أنا بأبحاثي والحاجات اللي بتناسب المجتمع بتاعي، بدل ما أخد من بره وخلاص، أخد اللي بيوصل له بره. بالظبط، كل مخرجات البحث العلمي بتصب في شتى مناحي الحياة المختلفة، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى الطبي، كل المجالات، مستوى الزراعة، كل المخرجات البحث العلمي هي اللي بتنهض بالأمم بشكل معين. الحياة بقى هنا كده في مدينة زويل دراسة أكاديمية وبحثية، ومن البحث للجامعة للبيت ومن البيت للجامعة للسكن لا لا، هو مفيش كده يعني. هو طبعا الجزء ده جزء كبير في حياتنا، جزء الريسيرش والأكاديميك، لأن احنا فعلا في الاول والاخر برضو طلبه، ولكن في جزء كبير قوي في حياتنا هو الجزء بتاع الفولنتيرنج والانتربرينورشيب برضو. تمام، احنا الجامعه مش بس بتسبورت اس اكاديميك وريسيرش، لا احنا عندنا بنعمل اكتيفيتيز، بنعمل ايفنتات، بنطلع كونفرنسز، بنسافر جوه وبره مصر. الجامعه في مدينه زويل فيها تخصصات هندسيه وعلميه فريده من نوعها، وهي من اوائل الجامعات في مصر اللي عندها التخصصات دي، زي هندسه الفضاء وهندسه تكنولوجيا النانو والهندسه البيئية وهندسة الطاقة المتجددة وهندسة المعلومات والاتصالات، وبيخرجوا طلبة بتشرف مصر كلها وبتمثلها في كل العالم. أما تخصصات العلوم فبتدرس علوم المواد وعلوم الطب الحيوي وعلوم النانو وعلوم فيزياء الأرض والكون، واللي يفرح إن كل التخصصات سواء هندسة أو علوم كلها مرتبطة بالمستقبل، وده بيدي أمل إن في مكان فعلاً بيسعى إنه يحط مصر على الخريطة. ومن الحاجات اللذيذة إني كنت بتنقل من مكان لمكان داخل المدينة بالعجلة، واللي بتوفرها المدينة للطلبة لسهولة التنقل فيها وفرصة لممارسة الرياضة. ومش بس كده، المدينة كمان بتوفر غرف على مستوى عالي من الراحة كسكن للطلبة. ومن حسن حظي إني قابلت المستشار الإعلامي لمدينة زويل أستاذ شريف فؤاد، وده أكتر من شارك الحلم الدكتور أحمد زويل زمان علشان يحكي لنا عنه. طيب الجامعة والمعاهد البحثية وكل ده بقى طلع قماش في الآخر النتيجة؟ طلع قماش الحقيقة. انت عارفة الجامعة خرجت 4 دفعات لغاية دلوقتي سنتي، لأن هي بدأت من 2013، واحنا عندنا مسارين، مسار علمي ومسار هندسي. المسار العلمي مدته 4 سنين والمسار الهندسي مدته 5 سنين، ففي 4 دفعات اتخرجوا. تذهلي الحقيقه انك تعرفي 33% منهم سافر بره مصر بدعوات وبمنح دراسيه كامله من الجامعات، من كبرى الجامعات العالميه، للحصول على درجه الدكتوراه. يعني انا كفرد ممكن ادعمها، مش لازم تكون شركه كبيره. مدينه زويل مشروع فريد من نوعه وله خصوصيه، هو مشروع قومي صحيح لكنه قائم على شراكه الدوله والمجتمع. الدوله قدمت له الارض والمباني زي ما انت شايفه، والحقيقه الناس الطيبين هم اللي مساعدين المكان ده على التشغيل. احنا مش محطوطين على موازنه الدوله، لكن الحقيقه ان الدكتور دعم الناس كلهم، كل دعم بالزبط. دعم مهم، يعني اي حد يقدر يدعم ويساعد، زي انتم شايفين زي الطلبه بياخدوا جوده يعني عاليه جدا من التعليم، وازاي بيطلعوا مفيدين جدا للمجتمع، وكل ده الجامعه بتتحمله، فبالتالي لازم كلنا نقف جنب الجامعه وكلنا ندعم. دعم الدعم. وبناء على سمعه الدكتور احمد زويل الطيبه وفوزه بجائزه نوبل، قدر يجمع التبرعات اللي بيها بنى مدينة زويل بالعلم مصر على الخريطة. يا رب نشوف من المدينة أحمد زويل جديد يبهر العالم وياخد بإيد مصر لقدام.